من جديد ارحب بك يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وطبعا كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك يا كابتن ايمن، مليون مبروك، ببارك لحضرتك طبعا ولكل جماهير النادي الاهلي، اعظم جمهور في الكون. زي ما حضرتك شايف طبعا الاجواء ورايا فرحه كبيره يا كابتن ايمن، الكل هنا بيحتفل طبعا بال11 او باللقب الافريقي رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي، ومعي في هذه اللحظات طبعا اعضاء النادي الاهلي. ببارك لحضرتك، مليون مبروك، مليون مبروك النهارده. تحب تقول ايه النهارده بمناسبه فوز طبعا النادي الاهلي؟ النادي الاهلي، النادي الاهلي بمن حضر، حقيقه الاهلي تعب قوي عشان البطوله دي، وكله بمجهود، كله بمجهود اعضاء مجلس الاداره، وحقيقه يعني رغم الحكم كان ضدنا بس الاهلي بيلعب كويس، ونهدي الجمهور ده لاعضاء مجلس الاداره كلهم، وان شاء الله دايما يا اهلي دايما يبتع الجماهير، والاهلي بمن حضر، والاهلي دايما بيسعد الشعب المصري كله كله. مبروك للاهلي، مبروك للاهلي، مبروك. بتقول ايه؟ بتقول ايه لمجلس اداره النادي الاهلي وطبعا لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ ومليون مبروك، الف 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 مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب وادارته كلها، ووش السعد الاستاذ انديل طارق انديل، لان هو كل لما بيروح بعثة حضرتك الحمد لله بنرجع بالانتصار، واحنا رجعنا بالكاس الحمد لله، واللعيبه كانوا 11 لعيبه في الملعب، والخمسه اللي اتبدلوا كانوا رجاله، والف مليون مبروك لمصر كلها. مبروك لحضرتك طبعا، مليون مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني ومستر مارسيل كولر؟ انا كل ماتش باجي هنا واسجل معاك وشك حلو على الاهلي. اول حاجه لعيبه الاهلي لعيبه كبيره، والكابتن محمود الخطيب كل ما بيروح ماتش مع الاهلي ربنا بيرجعنا منصورين. واحب اقول للدكتور محمد منير الزملكاوي الصميم، احنا كسبنا برضه، احنا كسبنا الزملكاوي زميلي، احنا كسبنا يا دكتور محمد، والف مبروك للاهلي وعبان السوبر الافريقي. طبعا لحضرتك مليون مبروك، ببارك لحضرتك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي؟ بنشكر اللعيبه على مجهوداتهم الكبيره، وبنشكر مجلس الاداره مسؤول على راسهم كابتن محمود الخطيب، وبنشكر الكابتن كولر والفريق الفريق اللي هو بيعاونوا معاه، بنشكرهم جدا على المجهودات، والفريق ادى اداء راقي جدا، وبنشكرهم جميعا، نشكرهم جميعا. ببارك لحضرتك طبعا، مليون مبروك، الف مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ الف الف مبروك، وايه اليوم الحلو ده، وايه اليوم الجميل ده. الف مبروك للاهلي وجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي والخطيب وبيبو، وكلنا مفرحانين، ويوم جميل قوي 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 وحلو قوي، والحمد لله بعد الازمه فرحنا كلنا، والحمد لله كسبنا، والف الف مبروك. ببارك لك طبعا، مليون مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ احب اقول للاعيبه الف مبروك، لعيبه رجاله، واحب اشكر كابتن، احب اشكر المدير الفني كولر، مدرب اقسم بالله عظمه، شابوه شابوه كابتن كولر، مدرب كبير عظيم، واشكر الكابتن الخطيب على مجهود العظيم اللي بيبذله للنادي، وشكر الجماهير للنادي، والف مبروك. لقب اهلاوي ال11 في تاريخ النادي الاهلي، مبارك لك طبعا. تحب تقول ايه للجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي؟ اقول اغلى لقب واحلى لقب جبناه من قلب كازابلانكا، من قلب كازابلانكا، من قلب المغرب، احلى بطوله للاهلي، بيسعدنا وبيفرحنا الاهلي على مستوى البطولات مع الكابتن محمود الخطيب، كره يد سله كل البطولات، وعلى الانشاءات كلمة محمود الخطيب للعيبة هي كلمة السر. ألف مبروك لقطة البطولة بتاعت كابتن محمود الخطيب لما كان بيقرا الفاتحة، ومحمد عبد المنعم نجم المباراة، ومحمد الشناوي، الأهلي كله نجوم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله فعلا يا كابتن أيمن، زي ما جمهور الأهلي بيقول الحمد لله. فرحة كبيرة يا كابتن أيمن طبعا زي ما حضرتك شايف، الحمد لله. ببارك لك يا كابتن أيمن تاني، والأهلي عودة مرة أخرى للاستوديو. كابتن ايمن من جديد وبضيوفك الكرام، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي بطل افريقيا للمره ال11، النادي الاهلي كالعاده رجل المواقف الصعبه، وبيثبت ان مفيش مستحيل، يعني الحقيقه الفرحه هنا بتسود في مقر النادي الاهلي بالجزيره. الف مليون مبروك لكل الاهلاويه يعني، وطبعا معي في هذه اللحظات بقى بعض من اعضاء النادي الاهلي. ده طبعا ببارك لك على الفوز النهارده، وعايز اعرف رايك. والله كانت صعبة جدا علينا وكلاعيبه، بس الحمد لله طبعا اراده النادي الاهلي تكسب اي حاجه، والحمد لله على المكسب اللي جه في توقيت جميل جدا، والحمد لله على ال11، والحمد لله اول ما توقعت ال11 في السنه اللي فاتت بعد ماتش الوداد السنه اللي فاتت، والحمد لله على ال11. شايف مين رجل المباراه النهارده؟
الحمد لله على المكسب النهارده. الحمد لله الحمد لله كنا نكسب 4 النهارده، 4-1 النهارده، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايه رايك في مباراه النهارده؟ الحمد لله مبروك للنادي الاهلي وجماهيره واعضاء مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، والنهارده 17 لاعب رجاله، والحمد لله خدنا البطوله ديت عيون عشان الكون وقت ادينا. ربنا كبير، ربنا كبير قوي. يعني شفنا اداء رجولي جدا من لاعبي النادي الاهلي النهارده، ايه الرساله تحب توجهها لهم بعد تتواجدهم البطوله ال 11 في تاريخنا؟ نقول اولا الف الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي على البطوله الغاليه علينا، واحنا كنا فعلا منتظرين البطوله دي، واحنا الاهلي دوت فريق البطولات، الاهلي فريق البطولات، وزي ما بيقول كابتن علاء ميهوب الاهلي في حته ثانيه، الاهلي في حته ثانيه وبننتظر منه كتير. يعني طبعا زي ما حضرتك شايف يا كابتن ايمن الفرحه بتسود في مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني الحقيقه ده شعور كل الاهلاويه. اكيد ببارك لكم مره ثانيه، مستمرين معاكم في لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كل مشاهدينا ومشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على الوداد المغربي، بطوله طبعا نهائي دوري ابطال افريقيا، بطوله مهمه، بطوله كبيره حاليا من فرع مدينه نصر. طبعا فرحه الجماهير اكيد موجوده في كل مكان، الف مبروك. برحب بيك طبعا يعني معايا كل اكيد اللقاءات، برحب بيك في البدايه، الف مبروك للنادي الاهلي. تحب تقول ايه؟ الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره والكابتن الخطيب، وشكرا كولر، رابع بطوله وان شاء الله الخمسه الدوري جاي. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، وبعد الفوز كدوري المانيا العالم المنافس تلف على العالم، النادي الاهلي فريق كبير. شكرا للنادي الاهلي، شكرا لكابتن الخطيب، شكرا لمجلس الاداره، شكرا، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف شكر للعيبه رجاله، وشكرا كولر، وشكرا كل الجهاز الفني، الف مبروك. طبعا لقب ال 11 بطوله مهمه جدا، خليني اسالك بقى يعني الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، شفت المباراه النهارده ازاي؟ والله احنا اللعيبه ادت اللي عليها، تحياتي اولا لقناه الاهلي وضيوفنا الكرام اللي في الاستوديو، وحضرتك يعني الاهلي يعني رجاله ببطولاته ورجاله بامجاده وتاريخ الاهلي مصر يا جماعه، الاهلي فرح كل المصريين وفرح شعب الاهلي جميعا، واحب هذه البطوله الكابتن محمود الخطيب والإدارة النادي اللي وقفت ورا النادي وسندته ودعمت النادي، وكل الشكر للنادي الاهلي وجميع جماهير النادي الاهلي اللي حوالينا دي يا جماعه، كل الشكر. شفنا شوط اول شويه كان يعني في لخبطه، شوط تاني كان ايه احساسك بعد الجول؟ دلوقتي الاهلي فريق كبير بابنائه، فريق عظيم، فريق بطولات، الحمد لله على البطوله، بطوله صعبه، بطوله قويه، والاهلي دايما معودنا على البطولات القويه، وبنلعب في وسط ارضهم وخدنا البطوله الحمد لله. اهلي الف مبروك طبعا فوز النهارده النادي الاهلي. خلينا اسالك، شفت مين النهارده يستحق يكون رجل المباراه؟ الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، احب احيي كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلهم، واقول لهم يا مشرفنا في كل مكان، اسمك عالي في كل زمان، يا محلي طعم الايام، يا محلي طعم.